شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خالص التذكير بما يحتاج إليه في فهم مسألة التكفير لا فراسي صدو سي وحوت لا باسكدني جوركاني الحكم بغير ما أنزل الله ذابوين چن جور حكم كذن من هي با جغل حكمي الله سبحانه وتعالى قشتنا حالتي هشتم التقنين تقنين أو يكا كسيق لحكام دي يا چن كسيق لحكام دين أن يحكم بغير ما أنزل الله بحكم هو أتى به من عنده يعني خوي قانونك داني خوي واضعي قانونك يا قانونك دانت بمعنى أنه هو الذي اخترع ذلك الحكم أو القانون بلانشي ولا يكون مستحلا لم حالة تقنينك خوي قانوني داناوا أبيب حلالي نزاني أبي إنكاري حكم الله نكا أبيب باورنا أبيب حكم الله أبي بحكمي لا حكمي شرع بباشتري نزاني أبي بيكساني نزاني وأبي نشلي أم الدينة أو إيكي خوي دعنا بلغي أم الديني خوايا بهمو أوانا أو الششة بي كافر به أما أقروان أبو تقنين يكي كلو جراني ككفري أصغر نكفري أكبر بابي شكات قانون جا حكمك بيات شن حكمك يشبه بابي كات قانون لا مناقشي أم حالة أبوين دواي أو إيكا باسي تعريفي حكم كمان كيد والصورة كمان باس كيد وحكم كيد وأو مسائلاني كبيوستن بم حالة أبو لدرسي في شو قشتنا أو مسألة سيام كاستدل بعض الفضلاء على التكفير بهذه الحالة بأن المقنن أصبح طاغوتا هندك لا طلبي علم هندك لا تجر نسر دا بانخواز كان لم زمانا ولا فتوى هندك لعال مكان شاء ألين أقر كسيك قانوني دانا يعني قانوني وضعي دانا أو كاتا في كافر دبي ودلين وطاغوتا لا مناقشي أو موضوعي يعني بأن المقنن أصبح طاغوتا يتحاكم إليه مناقشي أو موضوع مانكد بشن خالك خالي كم أن الطاغوت يطلق على رأسي على كل رأس في الضلالة خالي دوم أن من أهل العلم من وصف أحدا بأنه طاغوت بمجرد يعني تجاوز به الحد بدون النظر للموصوف نفسه يعني بهندي كزوتي الطاغوت يا بهندي شدوتي الطاغوت كسك أخوي الطاغوت إشنيا باعتبار فاعلك كسواها يا بيغمبران كاتبون من طاغوت خو بيغمبران طاغوت نين بلان باعتباري أم أوان بون بشي بطاغوت أم أواني للسنور ذر كدوة تعريف كيف من قيمة وانا كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع بس رسول الله متبوعه كسيك ديت صفاتي خواياتي أداب رسول الله يعني جعل رسول الله طاغوتا بس آية رسول طاغوتا نخير كسيك ديت صالحك وليك كاتا طاغوت جقل خواي فلسطين جعله طاغوتا بو معنى يا أما الدوام لم خالد أبوين تاقشت الله فري السياسة السيوحاود باسي طاغوت من كد أو منود من للا فرسي صدوسي وششة من لا يلزم من الوصف بالطاغوتية أن يكون الموصوف كافرا يعني مرجني بكسي يقول طاغوت أو كسك كافر به شنك هندك
بيجانش بيوتراو طاغوت عندك دار وبرد وأنا بيوتراو طاغوت. وقولي وخالي السيم إطلاق أهل العلم وصف الطاغوت على أهل الذنوب غير المكفرة. خالي السيم علماء بكساني شنوت الطاغوت كافر جنبون بس تاون بارو ظالم بون. وقولك الراغب من باسكت وقشتين الله ورسي صدوسي وحول قول الشيخ محمد كوري عبد الوهاب. يعني ضرورة جنجي خوين قلم أهل السنة سلفي يعني أويكا دسي داوة بالتكفير وأنا وأزاني الشيخ محمد كوري عبد الوهاب لقل ياتي كبحاكم بحاكم كوترا طاغوت حاكم كوا حكم بشر أنك كوترا طاغوت يعني كافر. چونك الله هندي الكتاب كان الشيخ محمد هاتوا هركسك كحكم بشرع أنك طاغوتا أوج راسنا چونك هر درس كان بس ما كت كسك تركي حكم كان طاغوتا بس طاغوت بش معناه طاغوت بو معناه أنا كافر طاغوت چونك بو كسك حكمي بشرع أنك حكمي بغير شرعك كفري كدوا يعني كفري كدوا كفري بتشوكي كدوا يعني بلى. أما أجر بيروباورشي لقال نبي بس تنها تركدني حكمي الله طغيانا ظلما لسنور درشونا بلان مرجنية كفري أكبر به إلا شيء لقال به إلا استحلال وجحود ومساواة وتفضيل وتبديل أو ششية كم لأنه جور حكمك ششية كم لقال به كفري أكبر ششية كم لقال نبي كفري أصغر وبعد همودة اللي كان من باس كدوا كاتيك الكتاب كان الشيخ محمد أبيني الله حاكم بغير ما أنزل الله طاغوتا يكسر جنج وازن الطاغوت يعني كافر بو شو الله سبحانه وتعالى فرمشي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يعني وازن كفر بالطاغوت أو يكشيا تكفير الطاغوت فمن يكفر نك فمن يكفر الطاغوت فمن يكفر يعني أننا تأخذ بباور ببرامبر بجغل الله كصفاتي الله يبه من كافر بويك محمد خوابه وانا من بباور بويك عيسى الله به وانيا من كفر بالطاغوت كدو كفر بواه هيك عبد القادر جيلاني صفات إخواتي ببدره أما كفر بطاغوت لا إله يعني لا يستحق الألوهية أحد هيك كسيس صفات إخواتي شايستينية إلا كينبه إلا الله أما كفر بطاغوت نك ولا شيء كل من كان طاغوتا تكفره فمن يكفر الطاغوت أين جاري واهي بياوت شاي كلا وطاغوت عبد القادر جيلاني كلا وطاغوت كخويك كلا علماء يجي كلا أهل التوحيد كسانك لسندر ينكدوا بويا عقلي فكيف نقيم كل ما تجاوز به العبد حده من عبدا تجاوز كم بشي يعني أأم برستراوة سنري خوي في أدم أي برستم باش عبد القادر شايستي برستن هيا نخير رسول الله صلى الله عليه وسلم شايستي برستن هيا نخير هر كسي كده بيه جغل الله كل معبود أجا متبوع شي عالمة شافعية أبو حنيفة مالكة أبو بكر شي متبوع رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنودري كتير أو مطاعن هر أميرك هر حاكمي هر كربدستك حلال دبو حرامك أو تشويني أكي يباورد بيتي أو صفاتي خواتي بيداوة كدو تبا طاغوت بلان بو معنايني فمن يكفر الطاغوت بويا أبي أو كساني كا لو بابا تقسى كان لقنجا كان بينا وهو شيخ وانا دراسب كان شيخ محمد وباقي علماء أهل السنة باوريا وانية هم الطاغوت الكافرة باوريا وانية وتركي حكم بما أنزل الله طغيانا وحاكمكش طاغوتا بلان أجر ششية كميلة نوجورك لقل نبو أو طغيانة جوريك كفري أصغر أجر ششية كميلة قلبو كفري أكبر بعبارة كان الشيخ محمد تخويني نوال اكتبه كان إخوانا أبينيك
أويك جنج واتي جيشت وطاغوت طاغوت طاغوت كافرة حليا. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والطواغيت كثيرة. طاغوت يعني كسي لسنو درشو لشرع درشو باشا زورن. والمتبين متبين لنا منهم خمسة أويك سري همو أو طواغيت بينشن. أولهم الشيطان أبزانا كاتك أنا درس كان دائما ألين تفسير كدني طاغوت بشيطان تفسير بالمثال ها عمر يقول الخطاب عليه الطاغوت الشيطان أو يكيك الشيطان خلني قلت الطاغوت هيشني إلا شيطانة أو مثالك يعني بقولين جورترين مثال زقترين مثال لمثال كان لنمونة كان الطواغيت كيا شيطان بويا جابر فرمشي كهان طاغوت يا كهانة وكسي كتير الله طاغوت فلانة حكام أو أنك حاكما بغير ما أنزل الله همو اشتراه همو راسة همو أنا بشتي بيوت الطاغوت بلام مراتبة أولهم الشيطان وحاكم الجوري مسلمانة بلام بظلم حكمك وآكل الرشوة أسألت شن كسمانة يا رشوة أخوة باش أخواردني الرشوة لما ذهب أهل السنة كفرة كسي الرشوة بخوا كسي زنابك كسي قتلك كفري أكبر نخير أي شون آكل الرشوة طاغوتة أي بلا طاغوتة شون كتعوانك قبيح بلا مرجني كفر به مرجني كفر به ومن عبد ومن عبد فرضيا كسي كشب فرسري كسي سجدي بوابري باش الركوعي بوابن سجودي بوابن كرنوشي بوابن خون ركاني ما شكان يعني تعظيمي كان أكو خوا سبحانه وتعالى عبادتي بو كان أما مش طاغوتها والعامل بغير علم ها كسواها بدعاك باشا أقدر همو مبتدعي طاغوت به هيا همو مبتدعي كافرة شن كس هي ببيع علم اشتكى بدعية بيالي بدعية الله بوشي بدعية دروسة العامل بغير علم العامل يعني كسي الضال الضال مبتدع مبتدع طاغوتا سدرت شو مبتدع ايش طاغوتا هي مبتدع كافرة نخل هوي جسد سيتي داوا يعني لا هيج كسيغني لا اهل السنة او قولي منهج الشيخ محمد والعامل بغير علم وقال ابن عثيمين رحمه الله وعلماء السوء ها ملائخ راب إخوة ملاي خراب طواغيت إيه بله الطواغيت يعني إيش يعني كافر ملاك ملايكة جمراية لسر منهج رسول ناشي صلى الله عليه وسلم إيه طاغوتة عالم السوء طاغوتة طغياني كده لسنو ذا شوى الله خو مرشني كافر بها مو عالمي كسوء همو ملايكي خراب كافرني وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال ويكاب خلبان جمرايتي كان والكفر أو يدعون إلى البدع خلق بقى كان بدعة أو إلى أو إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله على الطواغيت هم وصنفان طاغوت أقول فلو كان كل طاغوت كافرا أقول هم طاغوت كافر بوايا لما جاز لهم هذا الإطلاق هم طاغوت كافر بوايا دروز بو علماء وبلين عالم السوء وآكل الرشوة وحاكم الجور وأنا هم ينطاغوت النخيل أو للزم منه أن يكون مكفرين بالذنوب أقروابي معناه يا هركس التعوان بكاء بتكفير بكري خوش ما ذبي كيا خوارجة كابل الرشوة أخوات تاواني كدوا زناقة تاواني كدوا فلاني كدوا تاواني كدوا بالله والله مادام تاواني كدوا مادام طاغوتا يتر كافرة إيه رأيك مذهبي كد كدوة مذهبي خوارج هل يستشو قنجاني كوا غلو يعني مجال تكفيرة كدوة خلقي تكفيرة كان بشي بشتانيك ككفرني حاكم حكمي نكدو بشرع كافرة أما جاري خوي هاد مذهبي خوارج باش أنا جدين ألنش ألين ما مستيان وأهلي علمش تكفيري حكامنا كان خوشان كافرة إيه باش أبوه ما كفرة عالم يجديد باجتهادي والله من نقش بتخنعته فلان حاكم كافر
الله نا كافر كافر نكي خود كافر آخر ولا خو كافر هو كافرني هو مسلمانة مسلمانة نويش كاروج وقري عبادتك حكمي نكذو أجر خوي كافر بيت جوازة أوجنا أن زدين هركسيك بونونا هركسي لا أهل علم لا عوام باش تانك تكفيريك كفرنيه إذا كسي كسي كافرناك اجتهادا كفرينك دو وجه تكفيريك لو أنا علمي نبي لو أنا عقلي بينشكي لو أنا علمي لبردست أنا به خناها تبولي والله كافرة أجزانم كافرة من تكفيريناك خناها قناعتي واجتهادي وياك تكافر نبو بي بلي بلي هلي قيدينيه بلي نت بيكا وهلي أوي كمن بكافر زانم كافرة تو غلطي بس نك تكفيري ناقة تو تبلي بلي شيء كافرة شو كامش تكفيره بس تك خوي كفرنيه أكو اللي تفصيل ده كان بس منك وجه الدوام أما وجهه كم طبعا لا أم استدلالك اللهن استدل لا فراسي وسيصوصي وجوار استدل بعض الفضلاء على التكفير بهذه الحالة بأنه المقنن أصبح طاغوتا وجهي كم أم مقدمية غلطت حمو طاغوت الكافر أم غلطت وجه دوام يلزم منه تكفير من اتفق أهل السنة على عدم تكفيره وهو من قنن للذنب يعني وجهي كم أبو بطمان لسر أبو بنيادي النواة حمو طاغوت الكافر وجهي كم دوام أوان شيء دي أكويتها يعني هركسك قانون يبو توانيك دانا توانيش يكتب قانون بتنظيم وبرق السنو بترتيبات توانيك أبي تشبكين أبي تكفيريكين وهو من قنن للذنب إذ لا فرق في التقنين بين من قنن الذنب وبين من قنن الحكم بغير ما أنزل الله إذ الكل واقع في تقنين أمر محرم تفرقك هي حاكم بيت بوريخ سني إيشو كاري خوي ريخ سنك بو قانونك لولاتك يا بو ريخ سني تاواني بونونا وكو يسال لولاتي خمانا يعني بو فروشتني مشروب بو كذنوي نادي وفلان ومانا قانوني شان هيا و بفي قانونك إجازة بشي أدري وبشي نادري لشو دوكان داني و ليبوت هيا و ليبوت نيا أما قانون دانا نبو إشيكي حرام أما يكا اللين أما شيء أما كفر دي باشا أقل أما كفر بي شي فرق شي هي لقل أوي كاكسي ديت بقانونه وتعوانك يعني بس قانون دانا نبو حاكمة بي بكفر يعني أقل توب بون مهدي كي لأيما إستا دس دات تعوانيك وا بلان بو أو تعوانا ريخسنو ترتيبات وتنظيم ريخسنو كام ببعي ريخسنو برنامج دوكما تشي بشي تعوامك فرقي تشي باب زنين تشي يلا شوك هيج فرقك لبيني قانون دهنان للعين حاكمه بوتاوان نية لوي كتو خد قانون يكدابني بوتاوان مثاله عصابة جماعة يعني نذرت نفسها لقطع الطريق وجعلت عليها رئيسا ورسمت لنفسها نظاما هسه مجموعيك شتبون منهن سيارات زين مجموعيك بانديك هي باند بانديك هي بشوازي شيزوت توكما لسلاح مو برنامج كان او اني شهر زي برنامج كان سوشيال ميديا هي چون چونين كشي خلقبن كري خلقبن جابو فاحشه بو زنا بو الحاد بو بيدي بو كشتن بو دزين بو هر جوري يعني مجموعية بس إيشان أويل شاركانا چون چونين فلان وفلان وفلان بو كشن جاي تر نياري خوان بلا أحزابي علماني إسلامي لدعاء لبان خواص لبياوي معقول للدكتور لا چندين باند هي چندين عصابات هي خو عصابية قانون يعني رئيس يعني قانون يعني سيستم يعني طاعة يعني بقصي يكتلكن برنامج يعني هي بلان يعني هي بودجة يعني هي دعم يعني هي مش ليش يعني قانون يعني بودتها وانا جندنا عصابة نذرت نفسها لقطع الطريق وجعلت عليها رئيسا ورسمت لنفسها نظاما فكان هذا الرئيس هو الذي يدعوهم باشا مسؤول عصابة كان باندك قال فلانة كذبة بكشتة فلانة كذبة تيلول بكرية فلانة كذبة وابكرية باشا هو الذي يدعوهم وينظم لهم الاعتداء اوها اوها يكوشن اوها يليكا
أو هاي دزن أو هم الله كيوالي يكن بوشي وازا سيترا دعنن أجنا فلانا شوين أيبنا فلانا شوين بوشي وازا داوي باري لي يكن حمو مشتكان وقطع السبيل وإخافة المسلمين خلقش بقسيكن يعني جندي كان يمي بقسيكن فيمتثلون وهو الذي يأمرهم فرمان بيك فيأتمرون وينهاهم فينتهون بيك بيك ميك ميك فهذا الرجل أصبح مقننا للذنب أمس البرشكار والرئيس عصابة وبان دوشتانا قانون دانا بوتاوانا كان يكاتي أنجام يدانا بلغي قانون دانا في برنامج شكا بلا مايا كس هاتوا بلغي أمانا كافر لأهل السنة هاتوا بلغي أقل كسيك بقانون وبتنظيم وببلان وبجماعته و اگر دسیدای قتل و زنا و پاره خوردن و فلان و زی و دغلی امانه کافر نخیر تکفیر نکرده ولو كان الاصل الذي بني عليه التكفير بالتقنين صحيحا لوجب التكفير مثلها اگر بلی کسی که با قانون شریعت تطبیق نکا جگل شریع خواهد تطبیق بکا و ایش پی بکا خده بيه أمش شبكين أمانش بيه كافر بيش كما بقارنا ميشاك مع أنه من أصحاب الذنوب بلام أهل السنة علينا معنا فاسقا فاجرا بغاة علماء نعم توانا مرتد استبونا من كسير دس دات تشكا ودجي أعمكو ملغي خمانو تشتا وشاخانو ببيت ما يسر إيشو ترساندنو توقاندن بو مسلمانان بلام مسلمانش بن خروجش بكن بس مسلمان بن نيوج نك نيوج نيوج خوين بن أي بغاتن يا مرتدن بغاتن إيه باش قانون يعني بالله حزب يعني أو جماعة يعني أو تنظيم يعني أو بخوين شتيك كان هم أو توانان إيه كان تنظيم ريخسنيش يعني مع أنه من أصحاب الذنوب الذين اتفق أهل السنة على عدم تكفيرهم أما مسألة سيامبو لا أو مسائلاني كبيوستن با حالتي هشتما ولا بابي تقنين مسألة شوالم مع أن هذه الحالة من أشد الحالات نزاعا بين طلاب العلم يعني حالتي التقنين باولين قانون دانان للايان كساني كوا حكم بجغل الشرب كان ببي قانونك خوي دانان الله يشي الله أم حالتي هشتما كأيكك اللي استخترين حالتك كان لبيني طلبي علم أبويا أبيني داعي وبانخواز وكمال يقتابيني علم كوتونت الناو أم موزعو ألين أم جور لجور كاني حكم بغير ما أنزل الله كفري أكبر ألين لقل أوش داكا عندك طلبي علم وعندك لبانخواز وعندك كوتون بلام إلا أن علماء العصر الثلاثة أو السعى المقوري لم سدمجيان زورنا وانجن بناو أهل سنة بلاوي وابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله اتفقوا على عدم التكفير بها أمس عالمي قولي خلق بم حالتي هشتمك حالتي التقنينة تكفيرناك نالين أقر كسك حكم بغير ما أنزل التقنين كذب قانون ياسا يتلبي شي به كافر به قال ابن باز رحمه الله فإذا سن قانوننا يعني شرع قانون جدانا يتضمن أنه لا حد على الزاني بقولنا قانون جدانا وتي زاني كس زناكر حد لنا هذا أكو يسلم حاكم مكان يقومانا جنج زناكا أبي صدر اللبن بلا ما وان سجنكن جاء ما أجر حاكم مكان محكمة تطبيقينكا يا بقولنا واني كوا دستورا نسنوا بلين بقولنا كس زناكر سجن بكرين كسيك زناي كده أنا باري لي بسند أما قانون دانانا يعنى قانون دانانا تقنينا فإذا سن قانونا يتضمن أنه لا حد على الزاني أو لا حد على السارق فهذا قانون باطل هر كسي بداية بنا هر دستوريك هر برلمانتاري هر برلماني هر شديك جغل شرهي الله كاب قانون غلطي كدوا باطلة يا مكالي غلطي كدوا بوم معناه إن قد كفرينا كدوا إن أجر استحلال وجحود وتفضيل ومساواة وتبذيل أو شيء لقلا به بيش كافر به بلا ما قرواني لقلنا بمتنها مجرد تقنين
أو كاتا كفري أصغر تاوانا وزور خطر لوانية رايب كشبه كفري أكبر بلام ببزانين خدي تقنينك خدي تشريعك شينية كفري أكبر نية. فهذا قانون باطل. وإذا استحله الوالي كفر تمام شيء استحله أو قصي ابن بازة أجل قانوني داناو أجل بحلالي بزاني كفرة أجل بحلالي نزانيش تكترى. وانظر كلام الألباني رحمه الله بعدم تكفير من شرع القانون إلا إن استحله إلا إن استحله لا شريط سلسلة الهدى والنور يعني الله شيء لا كافر نابه إلا أجر بحلال بزانه. وقال ابن عثيمين رحمه الله الحكم بغير ما أنزل الله ليس بكفر مخرج عن الملة. حكم كذن بجقل شرعي الله كفر يقنية إنسان في كافر ببه. طبعا ما كام حكم تنهى حكم كذنك أنك ششكي يكميل قلبه استحلال جحود أعنانا لكنه كفر عملي أصغر لأن الحاكم بذلك خرج عن الطريق الصحيح. تما شيء قولك كالي ولا يفرق في ذلك بين الرجل الذي يأخذ قانونا وضعيا من قبل غيره ويحكمه في دولته وبين من ينشئ قانونا ويضع هذا القانون الوضعي لما الصريح تلو الرونتون الجوان تلاه ابن عثيمين فرمتي فرق جوازيني يا أبو كسر كقانون يكي دريكي بيني للعين كسي تلو ودان رابي إيشي بيب كلا دولتكي خويا ويحكمه في دولتي وبين فرقيني لقلكي وبين من ينشئ قانونا ويضع هذا القانون الوضعي خوي قانون دابني كابو أما لبابي شيء بابي التقنين خوي قانون دابني إيش بيبقى قانون يكي كتير بينه هل كفري أصغر هل كفري جينيا كفري أكبرني يعني قانون دانان ياسا دانان كفرة أجر جگه أجر بيشواني شرعي الله به بلان خدي داناني قانونك كفري أصغر كفري أكبر نية استحلالي لقلنا به جحود تفضيل مساواة تبديل أواني كباس ما كل شرشك أواني لقلنا به هل كفري أصغرنا به بكفري أكبر. بويا شيخ فرمتشي إذ المهم هو هل هذا القانون يخالف القانون السماوي أم لا أويك جرينجا أويك آية أو قانوني كداينا بيتشواني لقل شريعته يعني بيتشوانانية لقل شريعته. أما حالتي هشتم ما وتوالى لو لجوركاني الحكم بغير ما أنزل الله الحالة التاسعة حالتي النويم التشريع العام. تشريع عام صورتها أن يحكم بغير ما أنزل الله ويجعل هذا الحكم عاما على كل من تحته يعني حكم كاتبة جقل شرعي الله أو حكمش كات حكمها مخلش حكمك إلزامك بوصلها مخلكي بمعنى بمعنى يجي أنه يستبدل حكم الله بحكم غيره يعني جقل حكم الله حكم بشديك ترأك ويلزم كل من تحت سلطانه بهذا الحكم يعني أو حكم عامك أي كاتا قشتي كاتا قانون يقل برلمان لهر شويني حكمها مكسيك هر كسيبا بيتشواني أو حكم أبو لمحكمة أو حكم كيدي يعني إلزامها مو خلقي بيك نك حكمي فلان وفلان وفلان نك حكمها مو خلق بلانشي ولا يكون مستحلا بحلال نزانه ولا جاحدا يعني حكم الله إنكارنك ولا مكذبا بباورنا بحكم شرعي شرعي خوا ولا مفضلا ونلي أو حكم لحكم خوا باشترا ولا مساويا نلي أو حكمي خون كدامنا وابوها مو خلق لشرعي خوا عفوا يكسانا بشرعي خوا وكيكن بوش درست بوش درست أنجا نجلي أو يخوم أي كام شرعي الله يعني تبديل جنك كابو نا استحلال نا جحود نا تفضيل نا مساواة نا تبديل نا تكذيب أو شو شهيد شان نبي أو كاتبا حكمك حكمي شي عام بي وتشريع بي وبي كاتا ياسبوها مخلقي لشي دستداها يا هل كفري أصغر هل كفري أكبر نية حكمك حكمها الكفر
الأصغر يعني كفرة بلان كفري بتشوك إنساني في كافر نابه. دليل ذلك عدم وجود دليل يوجب تكفيره. إما كبلين أجر حكمك كذبة حكمي هم خلق توا ما دام تشريع عامة كافر به بدليل لسره دليل شيء لسره. فالشريعة لم تعلق الكفر الأكبر على تعميم الحكم أو الإلزام به. لتواوي أدلة كان بقر أدلة كتاب السنة بقر نابيني الشريعة الإسلامي كفر أكبر لم موزعدا بس بيتوا بشيوا بتعميم. يعني بالله أجر كسيك بو شخصي بو شخصي حكمي بغير ما أنزل الله كيد كافر نابي بلا ما قد كدي بو إلزامي همو خلقي بيو كيد كافر نابي. لا شريعة اشتيوانية نلا أدلة كتاب نلا أدلة السنة. كما أن الأدلة لم تفرق بين الحاكم الذي يعمم أو الذي لا يعمم. يعني نبس لاو بشيوا هر حاكم يك تعميمي كد كافر به تعميمي نك كافر نابه. ولا بين الحاكم الذي يلزم من تحته أو الذي لا ولا بين الحاكم الذي يلزم من تحته أو الذي لا يلزم جوازي نكد ولا نيوان كسك إلزامي خلقي بيوك إلزامي خلقي بيونك. ولو كان هذا التفريق حقا لما أغفلته الشريعة. يعني أجا أم تفريق جوازية حق بوايا أبوايا دليلي قرآن والسنة تيا بوايا قرآن والسنة باتنا بصريحي أركسي اللي حكم يكدو حكم يلا شن شخصك أو كفري أصغر بلان بوها مو خلق كفري أكبر أبيني لشريعة اشتيوانات. ولو ورد في الأدلة الشرعية ولو ورد في الشريعة في الأدلة الشرعية ما يعرضه أو كاتل دليل أبو فالبشتي أم حكمي بكذا بلام نلا قرآن نلا سنة بالقيوانات وأجا تشريعك إلزام بو خامو خلق وكاتبيت شيء كفري أكبر نخر هرب كفري أصغر أمينيته وبمرجع أو شرعية كمي تيانب كابو أكو تذكيريك كن جور حكم معنا هي نو يا كم كمتن استحلال دوم جحود سيم تكذيب ها سيم شارم تفضيل بنجم مساواة ششم تبديل هر شيء كفر أكبر ثانية من التوا شيء ها استبدال تقنين تشريع العام أمس أنا كفر أصغر. وصلى الله على سيدنا محمد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.